استغلال يعني استغلال معقول وعقلاني. شنو هو استغلال عقلاني؟ هو تنظيم مدرسه ديال كره القدم كرطة ديالها بالمسائل ديالها دوريات اللي خلال السنه الانشطه اللي غدير خلال المناسبات الوطنيه. داكشي علاش حنا كاينين هنا موجودين. اذا حنا يدينا ممدوده لكم، خصكم حتى نتوما تجيو عندنا، حنا مستعدين. ما غادي تعطيونا حتى شي حاجه، حنا مستعدين نجيو باش ننظموا بحال التدورات وما خير وما احسن وما هذا. حنا دابا هذا بمجرد غير افتتاح، يعني الانشطه الاخرى غادي تكون منظمه اكثر وما غادي ناخذوش فيها الوقت بزاف. اذا مرحبا بكم مره اخرى في هذا النشاط الرياضي. مرحبا بالحضور الكريم والفرق اللي جات ممتازه واللي جات من بعيد، من ولاد زباير غياتا، يعني الاخوان البودريس بوحلو. اذا مرحبا بكم مره اخرى في هذا النشاط الرياضي. غتصبروا معنا لانه هذا غير افتتاح، حنا غير جايين غير نحتفلوا مع الاخوان ونفرحوا معهم. اذا على بركه الله غادي ننطلقوا. استاذ عطيه الانطلاقه، تفضل. شكرا. تفضل استاذ. شكرا تبارك الله عليكم. اذا شكرا لكم، حنا غادي ندوزو دابا للمباريات وانطلاق الدوري. شكرا لكم، مرحبا مره اخرى. الاخوان اساتذه من الجزائر شاهدنا الدوري. الرياضي، في البدايه لابد ان نشكر المجلس الجماعي على اتاحه لنا لهذا المنشاه الرياضيه لتنظيم هذه التظاهره في شخص رئيسها، ايضا السلطات النجم الرياضي التولي، الترجي التازي، اتحاد اكنول، الرجاء التازي، السلام التازي، القدس التازي، شباب اهل بودريس، نادي بوحلو، النجم الرياضي الغياتي، يسمي التازي، النجم الرياضي التولي، حسنية باب المروج، الوفاق التازي. هذه الفرق